على ما يسمع خلينا نشوف الديترمنت بتاع الحضرتك. اول حاجه الديترمنت ده ممكن اغير منه حاجات على طول في الاكس. ايه هي؟ ايوه بص بص على سرعة الويف. ومن هنا
سرعه الويفر عندنا سرعه الضوء، تمام؟ سرعه تمام؟ سرعه الضوء عندنا او سرعه الويفر دي بتتحرك عند الكريسبس، سرعتها سرعه سرعه الضوء هي نقطه مهمه جدا بنفكر بيها من القوانين بتاعت الفيزياء، والسي هي واحد على عجاز نيونو ابسلون. اوكي طيب دلوقتي نقدر نشيل الكيوت نحطها في قوم الجهاز الميونو ابسلون، القوم يكون معايا في الميونو تحت في جهاز الميونو فوق، الجهاز الميونو تحت هتقوم مع او فوق هتقوم مع واحده جهاز الميونو من فوق، فنقدر نوصل لمعادله الاتش بالشكل اللي وضعته حضرتك ده، اللي انا هقسمها او هخليها واحد على ايتا نوت، وايتا نوت هي هتقول ايه؟ الجزء ده هي جزء النوت والاسترونوت في الايموت في اورنج في الايموت مش عارف حاجه ايه. طب قلنا دي الاتش. الاتش هتلاقيها هي زي الاي بس موضوع بتاعته واحد على اسمه ايه؟ ايتا. بالمناسبه ايتا نوت دي لما تيجي تحسبها هي جزء النوت ايتا نوت طبعا كلنا عارفين النوت هي 4 باي 10 سنيجر 7 واسترونوت هي 36 باي 10 سنيجر اللهم سيبك حاجه كده. لما تسكت ال 100 مره بتاخد الجهاز هيديك الايتا نوت دي 120 فولت. وبالمناسبه لما تروح تقسم الاثنين على بعض والنوت دي على النوت دي هيطلع في الاخر الايتا نوت دي بالقوه. بالقوه اه دي بنسميها الانترنسك امبيدنس. الانترنسك امبيدنس بتاعت المبنى. ليها علاقه بالمقاومه. الناس بتعرف المقاومه لان بالمناسبه حاجه دايما فكرت فيها ان الالكتريكي ليه علاقه هو دايركت مع الفولتج هو ليه علاقه بالفولتج والاتش ليه علاقه بالكرنت اصلا يعني بيرسو فلما تقسم برضه الفولت على مقاومه يديك امبير فهي ليها علاقه بالمقاومه بتاعت المليم او بنسميها الانترنسك امبيدنس بتاعت بتاعتك اللي احنا عملناه ده كان حضرتك رحت حليت مساله سيركت ورحت جبت لي الكرنت 25 بزاويه 30 درجة مثلا أو 25 أمبير بزاوية 30 درجة والبوق عندك مثلا ب 220 بزاوية 0 وأنا لو عايز أرجع عمر التايم تاني أعمل إيه؟ أه بنروح نضرب في مش عارف إيه ونحط جوه نيو ساينس أو نيو ساينس ونشتغل فإحنا عايزين نرجع في التايم تاني هنعمل إيه؟ لو فاكرين عشان أرجع للتايم تاني إيه؟ عشان ارجع على التايم تاني طبعا انا بس كنت بشرح فيها هنزل في الطعام بناخد طبعا الالكتر في اللي احنا جبناه ده هو فقط الزد بس طبعا في الالكتر في التايم فبنلاقيه زد ودي بناخد الريا الله دايما احنا بنشتغل ديزاين يعني مش بسرعة عايز انا اعمل بس مش مشكله الريا الله ناخد الاي هرمون ده ونضرب فيه سي جي اوميجا جي تمام ده الاثبات اللي عملناه في المره اللي فاتت قلت هو نفس الايه نفس الحركه اللي هو فيه سي جي او جي جي فنقدر الاثنين دول مع بعض ايه الاحسن ديسكريبشن فوق هنجمع هناخد جي مره كوما اللي هي كوما جي ماينس كي ماينس زد لما تيجي تفكها في تيرم ريا وفي تيرم ايماجيني احنا عايزين ريا بس عايزين ايه؟ الكوزاين فيبقى الاكتر تي هو عباره عن ايه؟ كوزاين كوما جي ماينس كي ماينس زد في اتجاه ايه؟ لو جينا دي بالاتش بنفس الطريقه هيطلع الاتش كام؟ تبقى نفس ايه؟ نفس الكلام بس هتلاقي الكارت اللي مرسوم عليه كده لان مفيش حاجه فرقت معاك من دي والاتش غير اللي مرسوم عليه على ايتا نوت هتلاقي دلوقتي عندنا في طبعا دي بس فكرك ب ان انا طلعت مثلا ان دي ويندوز اتحرك اتحرك بسرعه يعني بعد اسمها ايه بسرعه دي كده نفسها بسرعه كده انا بس كنت احاول اوضح الجزئيه بتاعت الفيديو دي الخطه لو احنا عندنا ويف بتتحرك تمام فالويف ده انت بتتحرك لو احنا بنتكلم على البيك بتاع الويف البيك بتاع الويف اللي هو الماكسيموم ده انت الماكسيموم ده موجود لو فوق الكوزاين فوق معدل الكوزاين انت الماكسيموم ده موجود لما اللي فوق الكوزاين يطلع كام؟ زيرو صح؟ فاللي فوق الكوزاين اللي هو اوميجا تي ماينس تي يو زد ايكوال زيرو او ايكوال كونستنت لو اخذت اي لو الماكسيمم او الزيرو او اي حاجه ايكوال كونستنت صح؟
لو كنت عملت ديفرنشيت المعادله الاولانيه بالنسبه للتايم، ديفرنشيت بالنسبه للتايم، هل الترم بتاع حاجه كده هتبقى اوكي؟ ماينس كيو لما نعمل ديفرنشيشن يبقى بارشال بارشال زد، بارشال زد بارشال تي ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. طب لما تيجي دي بارشال زد بارشال تي وحدها صرف هتطلع بيقول لي عليه على كيو صح؟ بارشال بارشال زد بارشال زد بارشال تي نفسها بتمثل سرعه الويف، فسرعه الويف بتساوي الكيمو على او الاوميجا على الايه؟ الكيمو. تمام؟ اللي انا قلتها لك في الاول عرفت بيه السي هي سرعه الضوء. تمام؟ طيب. فدلوقتي زي ما احنا جبنا معادله الاتش مع التايم جبنا معادله الزد مع التايم. طيب فكرت ان اي نمونه حب طبعا عليه ويب ناس، ويب ناس كام؟ لقطه كام؟ هو المسافه بين اي تو بيكس او فوتونز مسافه صغيره كلنا بنبقى عارفين اللعبه دي. فالنقطه دي اللي هي بتديها نقطه في السبيد برضه، السبيد عن الفريكونسي، والسبيد عندنا كام؟ السي صح؟ او السبيد دي ممكن نجيبها بدلاله الكيمو، وممكن سي نشيل اليو دي نحطها بدلاله الكيمو اللي هي عباره عن اوميجا على الكيمو، فيبقى اللمضه هي اوميجا على الكيمو، والاوميجا عندنا ب 2 باي اف، فنقدر نشيل الارم ونحطها 2 باي اف، يبقى سيف من فوق هنقطع الاف من تحت، هنوصل لمعادله ظريفه هي 2 باي على الكيلو. يبقى شايف حلو، يعني ممكن تجيب الويفلنس بتاع اي ماليا ب 2 باي على الكيلو، سواء عارف الويف نمبر، ولو تعرف الويف نمبر بتاعت الكيلو الزبيب بتاع اي ايه؟ بتاع اي بتاع اي سؤال ويز اتحرك في الماتريكس. طيب خليني بقى اوصل للنقطه المهمه اللي انا عايز اوصلها. لو بصيت حضرتك بالشكل ده هتلاقي حاجه صغيره. ايه اللي بيحصل؟ لو عندنا غير موجوده او انتنه في الكتريك فيلد بيتحرك في اتجاه الاكس، هتلاقي كورسبوندنج اتش بيتحرك في اتجاه او بيوصل في اتجاه الزد. في اتجاه واحد، الاثنين بيبروجيت نفس الايه؟ في نفس الاتجاه. فين البروجيشن عرفته من الكومبوننت اللي هو ايه؟ ماينس كيلو زد ماينس كيلو زد، يبقى اللي جوه دامبل ماين هو ده اتجاه البروجيشن. انما الاوسيليشن بتاع الالكتريك فيلد كان في اتجاه الاكس، الكورسبوندنج في اتجاه ايه؟ ولو خدت بقى حضرتك الاثنين ليهم نفس البدايه ونفس النهايه. ليه؟ لان هنا الكوزاين دي ما فيهاش اي شيفت، نفس الكوزاين دي نفس الشيفت بتاع المدفع الدولي. فهتلاقي الاثنين بيبداوا مع بعض زيرو مع بعض، وليه؟ والزيرو مع بعض في حاله الريفت فيلد والماجنتيك فيلد. دي بنسميها الكترومغناطيك ويفز، زي ما قلت لكم ليها كل الابلكيشنز اللي احنا بدانا بيها زي الاكتين بقى او القمر او الحته بتاعت ال السيجنال بتاعت الفور بي كلها عباره عن الكترومغناطيك ويفز، بتبقى طبعا من الانتنه بتبتدي تبروجيت عن بعيد عن الانتنه وتتحرك لغايه ما توصل لك انت بقى عندك انتنه اللي انت بتبتدي تسيب السيجنال تحولها وتبتدي تتعامل معاها. طيب خلينا بقى اول هنا اللي هو الفيزيكس، بس هتحتاج ايه؟ هنستخدم قوانين في الاخر دي ولا خلاص هنتبس؟ من اول الاي من اول الاي دي مثلا بنسوي فرص في واحد من الاي دي اذا حصل تبقى مش فاهم تعمل كده ولا مش هتجيب التاني. خطوه بسيطه حبيت اعملها هتلاقي نفسك بتعرف تحسب الوصول. طب لو كده اشرح انا كده مستعين نيجي للتاني، هناخد حاجه زي فيس بيس النص النص دايركت كمان. انت النص دايركت كمان فيس بيس سيجنال زيرو هنا سيجنال زيرو هنا صح؟ بس الاختلاف ان الكور بيكون نيرو في نيرو ار نيرو في نيرو نيرو في نيرو ار والابسون في ابسون في ابسون بي ابسون صح؟ فلما نيجي نكلم اللينيا بتاعي هتلاقيها عباره عن كور سكول نيرو ابسون بي والتاني كور سكول نيرو ابسون بي. انا يا سيدي انا سامع عايز هعمل ايه؟ اروح اشيل الكور سكول نيرو ابسون بي اسميها كي بس مش هسميها كي صح؟ وهعمل نفس الحركه برضه، هفترض ان انا عندي بقى ويف وعندي
بالآخر السياسة هتوقع بسبب وبعض النشر المشر واي بزيرو مشر مشر عيسا كان بزيرو هيدا بواجيش هندسة اتجاه الزب ونعمل نفس الحركة حل المعارضة دي فيها فورورد باكو نبتل من باكو بزيرو والفورورد بس هو اللي موجود فلأ كيف نعمل فاتح بدأنا كده دي نقطة منها يعني فلأيش معاني كده حل مش فقط حاجة زي حل المعافى دي لما وصلنا له حل الكبد ده فرق معايا اكبر من معايا ان بدل ما هي كيلو باين كانت كيلو فانا خلايا مفيش اي اختلاف في دي عن الفتت غير دي الكيلو ده الكيلو فلما نظهر او في المعافى دي لما نحط الكيلو بدل ما هي كيلو كانت كيلو هتلاقي الويف عندك الكيلو دي هي عباره عن اوبيد على جسم النيوتاسل صح؟ جهاز النيوتن في سرعة كبيرة. طب جهاز النيوتن دي مش ممكن نفكها واحد على جهاز النيوتن إبسلون نون وجهاز يو آر في إبسلون نون. لو خدنا جهاز النيوتن إبسلون نون وقتها سي. مش يبقى سرعة كبيرة اللي هي سي على جهاز يو آر في إبسلون نون. فبالتالي الفرق بس في الحتة دي إن سرعة الويب هتتغير في مين؟ في الجهاز هتتغير في الكابتن. اللي هو جزء اليو ار كابسول فسرعتها هتقل عن سرعه الهبوط خلاص دخلت الميديان دي تظهر فسرعتها هتقل الفاكتور اللي قطعها حضرتك بقى اللي هو سي على جهاز اليو ار كابسول حلو لما نوصل لنفس المعادله في الاخر وجينا على الديفرنشيشن ونزل بي نوت من فوق ونعوض بيها هتلاقي الاختلاف البسيط اللي عندنا ان بدل ما هي واحد على ايتا نوت هتبقى واحد على ايتا بس وايتا هي جزء اليو على الابسول اللي لو خدناها برضه جزء النيو اكسلون مع الاكسلون نوت محتاج 120 فولت هيطلع 120 فولت في جزء النيو مع الاكسلون اكتر من ايتا الاختلاف الاكسلون اللي عندنا فبرضه لما تيجي تحولها للتايم دومين هيبقى مفيش اي اختلاف برضه نفس الموضوع اللي هو هيطلع 2 فولت على الكي اللي مفيش اي حاجه غير ان هي تظهر فاللي فات أنا عايز أقول لك إنه الفري سبيس واللوسي دايركت ريبيريوم الاثنين أو اللوسي دايركت ريبيريوم مفيش اختلاف غير السرعة هي بتفرق معاها بتفرق بقى في الويب لاينز تفرق في الدريست فينس بس تتعوض عن النيورون والواقع. طب لو جينا دخلنا في اللوسي دايركت ريبيريوم زي ما قلت لك قصير كده اللوسي دايركت ريبيريوم زي ما في البحر المية فيها المية مالحة في حاجة فنخش ده اصلا زي الجو مثلا في الكوبا ما هو الهواء الهواء بيوصل كهرباء امتى؟ المفروض مش بيوصل كهرباء بيبقى ليه كونتاكتيفيتي بس لو الجو مطر او في مطر او حاجه فالجو ايه؟ كونتاكتيفيتي ليه عظيم لان بالكهرباء مش كهرباء فعليا بس بتاثر على الموجه المعديه بتاثر عليها عشان كده تلاقي الشتاء الشتاء تلاقي الدنيا يجي نفس الكلام ده الشتاء طبعا مش شويه طب ليه بقى؟ يعني خلينا نشوف دلوقتي هنبان معاك ماشي فدلوقتي لو انا بتكلم على نص دايركت كده ما اقدرش نقول ان السينا مسكت هنخلي السينا في ايه؟ في المعادله طيب لما نخلي السينا في المعادله يبقى الترم التاني اللي عندنا ده ما نقدرش نوديه سينا اوكي؟ طب عشان نحل المعادله زي دي احنا هنحسبها هل عشان ما اسهلش او ما اصعبش على نفسي انا ممكن اعمل حاجه ظريفه كده اروح اخد الاي كومن من الايه؟ من الترمين او من الترمين اللي هو التمرين صح؟ اشيل كل الشويه دول على بعض واسميهم اي سي سكوير فاهم معايا؟ حل المعادلات دي لما نوصل بيها في الاخر هيكفي معايا حاجه؟ هتلاقي نفس الكلام هو شيل برضه الباكو والفور صغير وصغير ايه هو نكتب جي كي سي كي سي زر ولما تيجي تعمل لها ديفرنشيشن عشان تجيب الكتريك فيه ماجنتيك فيه هينزل من فوق ايه؟ نفس الكلام هينزل من فوق كي سي صح؟ الكي سي بقى كام؟ خلي بالك كم مره كيلو كم مره دي بس كم مره كي سي صح؟ الكي سي كام بقى من الماضي؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه في الكي سي عشان نقدر الكي سي ده قال لك هاخد برضه سكور روت ليه؟ قبل ما اخد بس سكور روت هعمل حركه ظريفه كده. هاخد الاوميد سكور ديبيوت بس ونقوم مباراه واحده.
يبقى في راجل كده واحد سنة جي أم أو جي سين مع اليوم على أم يمسون. لو خدت جهاز للتوحيد هل ما كانت أم يسكولة باليو أكسون في جهاز اللي للقوصة هي أم يسكولة باليو أكسون دي مش هي نفسها كي لن يخذ بالعقلية شوية كي تعليمي من أصل شخص تعليمي قد ما يكون هكي عقلية وجهاز أو لكن ما هو الجي سين مع أم يسكولة دي الصوص بكامل. حضرتكم عارفين بالبرمجة برمجة تصير بتقول ايه؟ بتقول واحد زي اكس اس ان اللي بتساوي واحد زي اكس اس ان على فاكتوريا زي الان ناقص واحد على اثنين فاكتوريا في اكس اس ان ماين او اس سكوير زي زي فاكتوريا صح؟ الكلام ده ايه؟ فقط لو الناس أقل من أبو سعودة وصلين من معدل طيب في حالة الوصي دايمين في المال السينة تبقى زي ما قلت وعدد الفيرماس بتاع الريكتو في الناتج ويبس اللي هي عدد الفيرماس اللي هي شبكة التليفون أو الراديو أو المحمول والحاجات دي كلها بتبقى الفيرماس بتاعتها عالية أوي فنقدر نقول إن السينما على اوبتيك اكسون ده اقل من بالظبط فنقدر نطبق عليه بالميونسي اوكي فلو احنا هنطبق عليه بالميونسي يبقى الاكس ده عن كده هنا بكام؟ هي سيجما عليه او جي سيجما على اوبتيك اكسون تمام؟ ولو هي اقل كتير من الواحد احنا ممكن نحتاج تلوث ترمينس فممكن نقول من البايونسي ان تقريبا لو خدنا اول ترمين اللي هي واحد زي الان في اكس على واحد هنا الان اللي هي النص نسيت المعلومه ليه في اكس اللي هو ده يبقى تقريبا الكيسي بتساوي ايه في اول ترمين اوكي فبالتالي هنقدر نتعامل مع الكيسي كي واحد ماينس جي سيجما على اثنين اوميجا ماشي بقى فممكن بقى لو انت عايز سمبليفاي اتش تحطها تاخد الترم ده تحطه ايه؟ تحطه هنا ده هو الدكتور يكون معقول وكافي بس في رقم كومبلكس في رقم فايه اللي حصل دلوقتي؟ بقى في كشك ما بقاش الدوام عاملين حاجات كتيرة مفيهاش كشك في الدوام دي فدلوقتي هيبقى عندنا بي سي ليها رقم او ليها حاجات مختلفة لو حطيت خطوات هو اتش وجي بي اتش كان بيت اللعبة دي ممكن تصيرها زي ما هي مش مشاكل المهم تتعامل معاها بالاسلوب ده. طيب فاحنا مش هنقف على كده احنا بس هنعمل اختصار ظريف كده هنشيل كي لما نضغط على سيجما على كي مو يحصل دي هنسميها الفا اوكي هنسميها الفا يبقى الفا بتساوي كام؟ بتساوي سيجما في كي على كي مو يحصل ممكن تشيل الكي حطها في اوميجا بيرز ميو على اكس زي ما قلنا الاسباب من شويه فالاوميجا اوميجا من فوق واكس من تحت مع جاز مش عارف ايه فيطلع عندنا الالفا في سيجما على كي جاز ميو على اكس ممكن تحفظها لتحت وتحفظها لفوق ماشي يعني تحفظها دي كفايه عليك يعني انت ما تحفظهاش تحفظها ولا لا انت بس تحفظها لتحت او لفوق زي ما انت عايز ماشي يا شباب؟ طيب فنقدر نجيب الألفا ده بنسميه لص فاكتور لص فاكتور أقول لك ليه معناه دلوقتي تعال بس أعمل حاجة بسيطة كده هاخد الكي سي اللي عندنا دي أحطها في المعادلة الإكسبوننشال أوكي يبقى الكي سي اللي إحنا عملناها دي نقدر نحطها في معادلة الإكسبوننشال فوق أو أنا مش هقدر أوكي لما نيجي نجيب وبزيد الكي ناخد الكي سي بقطع معادله المعادله بتاعت الاكسبونشن اللي هي كي ماينس جي ار ماشي بقى كي ماينس جي ار هو انا دلوقتي لو فاكرين الاكسبونشن هتفتح ازاي؟ هي اي اس جي اس جي ماينس جي كي زاد لما دخل ماينس جي هنا مع ماينس جي ماينس جي ماينس جي جي سكوير جي سكوير ماينس واحد يديني اي اس ماينس الفا زد صح؟ طيب اي اس ماينس جي كي زد مضروبه بتاعت طب نجمعهم ايه؟ مع احنا ممكن نجمع
دول مع بعض ندخل الصناعه اسمها زيت لوحدها بره، ويجي الصناعه يجيب فيه زيت بلاطه تين يا مع فوق مع بعض، فيدينا ده الترم فيه ايه الصناعه جي اوميجا تي ماينس بي زيت. طب ايه الصناعه اسمها زيت؟ في الاخر حاجه تقريبا صح؟ رقمية دي اسمها ده ملوش علاقه بالليل، ممكن تطلعها خالص ممكن تطلعها هو واللي يقول بره كانه هم الكرسي صح؟ لما تيجي تجيب الليل الواقع بتاع ده مش دي نفسها دي العاديه اللي احنا كنا عاملينها صح؟ يبقى دي فرق ايه عن اللي فات؟ ان دي ترن جديد دي مصطلح ناس الفا زد دخل معايا الطلعه ده يفرق ايه ده؟ ادي كده بالظبط دي اللعبه اللي احنا بندور عليها. الظريف يا شباب ان فعلا لو عند حضرتك سيجنال كوزاين سيجنال كوزاين مضبوط اكسبونشال دي سيجنال كوزاين مضبوط سيجنال بتاع مين؟ اي بور نيجاتيف جي او اي بور نيجاتيف هارد كوزاين ودي كوزاين اوكي لما تقدر تجيب دول في بعض هيديك ايه؟ هيديك سيجنال بالشكل ده. سيجنال ايه اللي بيحصل فيها؟ بيتكي، يعني ايه بيتكي؟ يعني الماجنتيود بتاعها بيزيد مع بعض. عشان كده كنت بقول لك هتلاقي دايما في الشكل السيجنال بتاعت التليفون هتلاقيها وبتشكل مش طبيعي، تلاقي تاني يكون نقطة في الوقت، هتلاقي مثلا هتلاقي المباني والعمارات الكبيرة منتظر احنا ولا حاجة في العمارات الكبيرة زي فيصل ومنطقة كبيرة هتلاقي دايما الشكل ده اللي الناس اللي تحت ما عندهمش شبكه. ليه؟ الامراض بتبص شبكه بس في الاخر في امراض عاليه والشبكه دي بتعدي على طول بالاسمنت والقمر والزرق ومش عارف ايه دي كلها بص دايركت ريكومنتس. بتسحب من الباور بتاعت ايه؟ بتاعت السن لما حضرتك قاعد جوه في شقه كوره وفي حاجه مفيش حاجه بتوصلك. ليه؟ ان الباور بتاعت الويف ضاعت في الدنيا قبل ما تجيب. تمام؟ فالميديم الميديم بشكل صغير اللي انا قلت ده كان لما كده هتلاقي الميديم من بره بيبقى ليها ماجنتيود كبير بعد فتره او بعد مسافه معينه الماجنتيود بيكون يكون ايه؟ بيكون يكون زيرو. عشان كده زي ما ابويت الفلان تلاقيهم كل شهر تبوظ الاول. بوظ الاول ياخد السجن ويبتدي يعمل لها ابلكيشن ويبتدي يبعتها لمسافه اقل وهكذا. فدايما بيبقى ايه؟ تاني مهم في الرايت فلات لانها خلاص بعد شهر وقعت في السجن عشان هي ما ترخصش عمرك والناس تشتغل عليه فتلاقي نقطه برج تاني تاخد السجن يعمل لها بريزنتيشن وتبتدي يبعتك ياخد مساحه ثانيه وهكذا موضوع معاه ماشي بالسيف فده موضوع الانتيميشن فده اللي بنسميه انتيميشن فاكتور كيب اور هيد بافزر لان مع الوقت هتلاقي فعلا بيحصل انتيميشن في قيمه السجن اللي بتتحرك مع حضرتك. طيب نيجي بقى في اخر فيديو. اخر فيديو هو الورد برودكتس. زي ما اتفقنا نفس الفكره السيجما موجوده ما اقدرش اقول السيجما كام؟ زيرو. فبرضه اقول اعمل زي ما عملت في الكيب. اخد الشكل ده كله احطه بس مش هخليه بقى كيب. عشان افرق ما بينه وبين الخط او بينه وبين البي سي هسميه جافا. اوكي؟ فهسمي جافا سكوير دوت سكوير اللي هي ماينس جي او ميجا بلس زي ما تكون سكوير دي ويلسون اساليبها دوت سكوير. فلو جيت حل المعادلات نفس الايه؟ اه ده مش انا نفس بدل هي ده مره كده بي سي بي تاني اساليبها دوت فبقول له في خلال معادله الكيرف وجي اتش تنزل من فوق ايه؟ جوه. طب الجوه كام؟ انا كنت لسه بتاعتها. طب الجوه سكوير هي ماينس جي اوميجا بلس وده قال لك ده ما ينفعش هنا نطبق القانون. ليه؟ سيجما دي وعاده في الكورت كابتورز بنشتغل على الويب فيرس. بالظبط فما نقدرش نطبق القانون. لان ليس هتبقى اقل من دي اول ده اللي بس كام؟ احنا لسه قايلين في اول مثال بقى ليه ان الطايب الاكسبلسيت كام كانت تكاد تكون نيجلكتد في الكورت كابتورز. وقال لي كيف نصنع السبيسيفيك كارنت؟ لو رجعت بقى نعمل سكات الويب مش هتلاقي الترم المصنوع على السبيسيفيك كارنت هو الترم اللي فيه اوميجا سكوير ميو اس. فاحنا هنجلكت السبيسيفيك كارنت مقارنه بالكونفكشن كارنت. اوكي؟ فاحنا الكونفكشن كارنت فعلا قلنا كده اول ساعه ما تقول في التيم
كنت بقول لك يا كانت تكون تزيده مقارنه فانا فاكر وصلنا للسبيسيفيك بتاعنا كنا بنعمل الفيريشن هو المترمن في اول سكواد فيورز فاحنا خلينا تقدر كان بزيد يبقى الاقدام سكواد بيصورنا جي اوميجا ميو 7 يبقى الاقدام بس كان نوم اوميجا اوكي طب عايز ايه ماينس جي اوميجا ميو 7 يلا طبعا جي اوميجا ميو 7 ولا كام ايه هي نفسها دي بس جي واحد على اثنين أو وكارة بطلعين زي جي صح صح هي دي نفس الكلام طب لو دي مايس يبقى دي طب لو قد جازم فين يبقى جازم على جي يبقى جازم طب دي بس فكرة بينا اي بس جي واحد على اثنين هي كوزاين واحد على اثنين زي جي صاين واحد على اثنين طيب جي هي بس جي واحد على اثنين إذا لو عملتها مايس يبقى ايه؟ مايس هو الجذر الطبقي لما ناخد الجذر الطبقي الجذر هو هينزل في ايه؟ في البفر هنا يبقى يوس ماينس جي واي على بعض فكها تاني فكها دي تاني كوساين باي على اربعة ماينس جي ساين باي على اربعة فتقدر تفكها تاني كوساين باي على اربعة تاني واحد على جذر اتنين كوساين باي على اربعة واحد على جزء اثنين فلقد تفكها واحد ما يجي على جزء ماشي بقى ناخد دي نحطها فين في الفرنت هنحطها فوق ارجع حاجة طيب تعالى وصلت دي سبتها واحد ما يجي على جزء اثنين هدخل الجزء اثنين على الجزء اللي تحت على الجزء اللي في النصف وهسميها واحد على دلتا ايه الدلتا دي؟ الدلتا هي جزء 2 على اوميجا وميو 6 وبنسميها السكان افكت اسمها السكان افكت اقول لك ايه نفسها او بريزيشن بس نسميها السكان افكت او بريزيشن بس سوري بريزيشن بس او بريزيشن بس طيب يبقى دلوقتي لو انا بحل الويف دي في حاله البروتون باكوس هنوصل معادلة ظريفة بتعمل الالكتريك فيلد وهيوصل عندنا ترم في البيت بنسميه دلتا والدلتا دي بنسميها اسكانس ايه اسكانس بقى؟ قال لك في حالة ان عندي كوندكتور ماشي فيه دي سي كارت ايه اللي بيحصل في الكارت؟ الكارت بيبقى ماشي يونيفورم في كل الكوندكتور بيبقى كويس على نفسه طب لو ماشي فيه اي سي كارت بتظهر ظاهرة ظريفة اسمها السكين افكت. ايه السكين افكت دي؟ الكلام اللي بيمشي على السكان هي غير اسمها. ما بيمشيش بقى بالمبرد بيمشي على ايه؟ بيمشي على الجسم المبرد. طب ايه اللي بيخليه يمشي على الجسم المبرد؟ ايه اللي بيخليه يمشي على الجسم المبرد؟ قال لك الوصول تخيل ان حضرتك ده الكلام اللي بيمشي صح؟ فالكلام ده هيعمل ايه؟ هيعمل حضرتك كده كده صح؟ تمام؟ طيب المجال الجديد ده يخلي او يحاول يعمل يتولد مبادر الديوت فولتج او الديوت كارت ده لان المجال الجديد او المجال الجديد ده بيتغير مع الخمسه طالما في مجال جديد بيتغير مع الخمسه فده يقول ايه؟ اه الديوت فولتج اه صح والديوت فولتج ده يعمل الديوت كارت والديوت كارت ده لما ينزل يحاول يعمل المجال الجديد يعكس التسبب ايه او يحاول ايه؟ السبب صح هيبتدي يمشي كارت جوه الكونتاكتور نتيجه الايدي كارت او نسميه الايدي كارت اللي بيتولد فيه الماجنتيك فيلد اللي جوه الكونتاكتور طب الكارت ده هيحاول يمشي يعمل الباس عكس الباس ايه؟ السبب طب الباس اللي سابقه ماشي ازاي جوه الكونتاكتور؟ جوه الكونتاكتور ماشي كده صح؟ فيبتدي يمشي كارت كده بحيث يعمل الباس عكس الباس ايه؟ اللي سببه فتلاحظ ان في النص هتلاقي الكارت اللي ماشي تمام بيحاول يعمل لك فيه بعكس ده فالكارت هيبقى ماشي
الناحيه دي كده. فايه اللي بيحصل؟ هتلاقي الميتين كيلو اللي في النص يحاول يكسر بعضه، وهتلاقي الكرن وهو ماشي هتلاقي فيه حقنه كبيره قوي في النص، فبيحاول يمشي على الاطراف اللي بره. بيمشي على الاطراف اللي بره، انت لو حضرتك بتبص من هنا بيوم من هنا هتشوف ايه؟ هتشوف ان تقريبا الديستريبيوشن بتاع الكرن هو الشكل اللون اللي انا عامله لك ده، اللي تقريبا في النص ابيض تقريبا مفيش كرن ماشي في النص. وكل ما بتبعد ايه اللي بيحصل في الكرن؟ الديستريبيوشن بيه بيزيد، هتلاقي اكتر ديستريبيوشن موجود في سيكنس صغير كده اسمه ده، هو ده اللي احنا بنسميه السكانلابس. الظاهره دي بنسميها ظاهره السكان فاكت، ان في ماجنتيك فيلد متغير نتيجه ان الكرنت اللي ماشي في الغرب متغير معقم، فالكرنت المتغير معقم ده عمال الماجنتيك فيلد متغير معقم، والماجنتيك فيلد عمال يدوس الكرنت يحاول يعكس الحاجه اللي سببته، فالكرنت ده يحاول يعمل الماجنتيك فيلد عكس مين؟ الماجنتيك فيلد اللي سببه. فتلاقي اكثر قيمه بتبقى في القمه اللي في النص، فالكرنت بيحاول يمشي على الاطراف وعلى الجسم بتاع المركب المبارك، عشان كده اسمه من اسم بس كمل نتيجه ان في ايه؟ طيب بيمشي اكثر كميه من الكرب بتبقى موجوده في الدبس اللي اسمه دلتا اللي احنا بنسميه سكان دبس. تمام شباب؟ طبعا مفيش اي اختلاف بقى في المعادله عن اللي فاتت، هتلاقي نفس الكلام هو طبعا سكيل دلتا فيه والمجال فيه. هتلاقي بس ان الاختلاف اللي هو سكويرت هنسميها 1 ماينس جي على دلتا، لو رجعت بقى للجو مخططات الماينس جي على دلتا وعملت الجي وعندك الاتش نفس نفس الطريقه، فهتلاقي ان احنا حاولنا نعمل كده في فيريانس مختلفه عشان نقدر بس نوضح لك بعض المسائل وبعض الفكر والحاجات المهمه. يمكن ما كانتش واضحه قبل كده بالنسبه لك، بس هو في الاخر ده له علاقه بفاكشن كويشنز وحل الفاكشن كويشنز دي في الايه؟ في الماينس. أنا عامل زي الفل، شكرا.